خويا، كلمة كتبتها من قلبي يمكن يجي شي نهار وتقراها. ملي مشيتي وغبرتي خليتينا كل نهار مخلوعين عليك، خايفين ما عمرك ترجع، ما عمرنا نشوفوك. أكبر مصيبة تعيشها عائلة هي يغبر واحد منهم، ما يكون عندهم عليه حتى أخبار. ما عارفين ميت ولا حي. بقينا في الدار على هاد الحال حتى لواحد الليلة وانت اتصل بأمي في التليفون، ومازال دابا كنسمع صوت الوالدة. كانت فرحانة واخا كتعاتبك. سرتي لينا في هاد المدة كلها كنتي مستقر في واحد الزاوية، مدرسة قديمة ديال القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا واحد الليلة حلمت كذا ما خير وسلام، حلمت كذا ما الدار تدق 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 شي دقان واحد ساعة، وانا نقول يو شكون هذا اللي بغى يدق لي، انا كم جيت. ملي حليت زعما خير وسلام تلقاك نتايا، ها مصطفى مصطفى هذا نتايا وقفتي زعما تتشوف فيا من راسي حتى رجليا، ما بغيتش تهضر. صافي فقت من النعاس، فقت مخلوعة، قلت صافي يا الله مصطفى الله اعلم مات. وانت تعلم انا ارسم حتى نبيع وبحال انت يا وانت درا كتفكر في البيع قبل ما تعلمتي. البيع راه هو الاخر، البيع الله. انت غير رسم ودير حاجه مزيانه وكيجي شي واحد كيشوفها كيقول لك الله هذه زوينه، ديك الساعات اللي يمكن ها اللي يمكن ديك الساعات يقول لك شحال غادي قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص كما